جدد مجلس الأمة اليوم في جلسته الخاصة الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بعد رفض 23 نائبا لطلب طرح الثقة. الجلسة أتت بعد تحديدها من قبل المجلس بعد مناقشة صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب شعيب المزري والمكون من 4 محاور والمقدمة لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح بصفته في جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. وخلال جلسة المجلس الخاصة اليوم أعطي لنائبين الكلمة للتحدث كمؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث بهما النائب الدكتور حسن جوهر والنائب شعيب المزري، فيما الكلمة للنائبين الدكتور هشام الصالح والدكتور عبدالله طريجي كمعارضين لطلب طرح الثقة. وبعدها جرى التصويت على الطلب، وأعلن بعدها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بتجديد مجلس الأمة الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح. وبعدها رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة. بعد 3 ساعات تقريبا لمناقشة الطلب النيابي لطرح الثقة في وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، مجلس الأمة يجدد الثقة، وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم تجديد مجلس الأمة الثقة في وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح. نواف الشراكي لتلفزيون دولة الكويت، مجلس الأمة.